ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث؟ وهذا السؤال من المستمع أحمد صادق من ليبيا. معناه واضح، منع الوصية لأحد من الورثة بفرض أو تعصيب، وإنما يقتصر على النصيب الذي أعطاه الله إياه ولا يزاد عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وأجمع العلماء على معنى هذا الحديث، لأن الوارث لا تجوز له الوصية، وإنما يكفيه ميراثه ونصيبه الذي أعطاه الله إياه. إن إذا أجاز الورثة هذه الوصية فإنها تصح تمهيدا، لأن الحق لهم في ذلك، فإذا أجازوا فلا مانع من ذلك بعد الوفاة. إذا أجازوا ذلك بعد الوفاة فلا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا.